أهلا وسهلا بكم متابعينا الأحبة أينما كنتم تتابعوننا في برنامج قهوة الصباح، مكملين معاكم. وصلنا إلى محطة حول فقرة عالم المدارس، واليوم حديثنا حول المخيم الصيفي الكشفي. أكيد طبعا بدأت الإجازة الصيفية لدى طلبتنا، الكثير من المواهب التي طبعا يودون أن يستغلونها، الكثير من القدرات والمهارات التي يودون تنميتها. أكيد هناك فرصة يعني كبيرة للمشاركة في هذا المخيم الصيفي الكشفي وغيرها طبعا من المراكز الصيفية، وما فيها طبعا الكثير من الفعاليات والأنشطة التي من خلالها يستغلون فيها الطلبة أوقاتهم بشكل أمثل. حديثنا اليوم وتفاصيلنا اليوم حول المخيم الصيفي الكشفي مع الأستاذ ابتسام بنت عبد الله العامرية، المديرة العامة المساعدة للمرشدات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات. يا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا، صباح النور. منورتينا اليوم باللبس أيضا طبعا هذا المميز. أحسنت، جزاكم الله الخير، حياك الله معنا. طبعا هذه من ضمن الاستعدادات للمخيمات الصيفيه. مستعدين طبعا من الان ان شاء الله. خلينا نتحدث كده طبعا بدايه عن المخيم الصيفي الكشفي. هناك طبعا ايضا مشاركات عندكم سواء كانت في الجانب المحلي او الجانب ايضا الخارجي في هذا المجال، وحدثينا ايضا عن الفرق التي سوف تكون ايضا مشاركه لديكم. بدايه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، المخيمات الصيفية على طبعا بنبتدي إن شاء الله في أول مخيم بيكون في صلالة في سهل قبل آشور، المخيم الدائم بيكون مخيم للجوالة، وبيكون من تاريخ 18 يوليو إلى 24، وثم بعد ذلك بيكون هناك في مخيمات مخيم الكشافة المتقدم، وبيكون على مستوى الخليج العربي مشاركين معنا أيضا دول عربية في هذا المخيم، وبيكون نفس الشيء في صلالة. بعد ذلك بالمخيم الثالث اللي هو مخيم المرشدات 19، والمخيم الرابع للجوالات. هاي جميعها إن شاء الله بتكون في صلالة في سهل قبل آشور إن شاء الله. أكيد طبعا هذه المشاركات سواء كانت على المستوى الخارجي أو المستوى المحلي، هناك الكثير من تبادل الخبرات الثقافات فيما بينهم. حدثينا الآن عن اللي هي القيم التي تودون أن تغرسونها في نفوس هؤلاء الطلاب، وبالذات طبعا القيمة الأساسية اللي هي القيادة التي يتم دائما غرسها في الطلاب المشاركين في هذه المخيمات الصيفية الكشفية. بالنسبة للمخيمات هناك طبعا وضعت المديرية العامة للكشاف والمرشدات الأولويات العمل في هذه المخيمات، ووضعت أهداف خاصة وأهداف عامة، وطبعا تم التجهيز لها. بأهم شيء اللي نحب نغرس فيه هو روح التعاون بين الشباب، ايضا اذكار روح المنافسه الشريفه بينهم في تنميه بالنسبه للمهارات الكشفيه والارشاديه، تبادل الخبرات بين بعضهم بعض، تنميه روح القياده لدى الكشافه والمرشدات من خلال ممارسه حياه الخلاء في الطبيعه، ايضا الاهتمام بالطبيعه نفسها كالتمعن في مخلوقات الله سبحانه وتعالى من خلال تواجدهم في حياة الخلاء، أيضا تطبيق المهارات الكشفية والإرشادية من خلال ممارستهم للعمل في داخل أرض المخيم. هناك أيضا التعاون مع الجهات ذات الاختصاص بمشاركتهم في داخل المخيم أو خارج المخيم في محافظة الظفار. فهذه جميعها طبعا تتبلور في من خلال البرنامج اللي تم إعداده مسبقا للكشاف والمرشدات في داخل هذه المخيمات. نعم، دائما ما نجد أن طبعا الطالب المشارك في يعني نشاط الكشافة أو سواء كان طالب من الكشافة وأيضا المرشدات الجوالة والبراعم غيرهم، نجد فيهم روح طبعا أنه يكون هذا الطالب قائد قوي، شخصيته قوية، مقدام، يعني دائما تحسي يعني كذا شخصيته قوية، غير خائف، غير متردد. يا ترى ما هي طبعا أبرز حلقات العمل والورش التدريبية التي تركزون عليها في المخيم الصيفي لإعداد هؤلاء الطلاب؟ نعطيهم
طبعا أول شيء دخولهم في داخل اشتراكهم أو دخولهم من البداية في حركة الكشافة والمرشدات نابع من نفسهم. نعم. فهنا عملية التطوع هي اللي تجذبهم في الانضمام لهذا المجال. أيضا البرامج الموجودة في داخل المخيمات غرس روح القيادة لديهم. هواياتهم اللي هم الشباب أو من الصغر يعني البراعم والأشبال والزهرات، فهنا ممارسة هذه الهوايات وهذه الأنشطة تجعلهم أن هم يحبوا أن هم يستمروا. أيضا يمكن الشيء المميز اللي هو ابتعادهم عن الحياة المدينة وحياة الأسرة والبيت، فيكون هناك في تجمع من مختلف مناطق السلطنة من جميع شرائح المجتمع، هذه تزيد لديهم الألفة. أيضا نومهم أو تعودهم على الخيام والنوم في المخيم، البرامج والأنشطة الموجودة هذه تخليهم لديهم روح القوة والصلابة أنهم كيف أنهم يتركوا منازلهم ويجوا يناموا في هذا المكان. نعم. فهذه وحدها تعطيهم قوة الشخصية، تعطيهم روح المبادرة، تعطيهم يعني الممارسة مع زملائهم. فمن هذا الجانب فنلاحظ أن الجميع يحب أنه هو يشترك. ثاني وأيضا اللبس. نعم. الزي مميز لهذه المراحل كلها، فهم يحسوا انه مميزهم لان فيهم روح القياده. نعم. فهذه اكيد هناك طبعا شروط للمشاركه في المخيم الصيفي الكشفي، وايضا حتى المشاركه في نشاط اللي هو الكشافه والمرشدات. اكيد مثلا المرحله السنيه هذه اهم شيء عندنا. نعم. مثلا مرحله الجواله اللي هم احنا كل المراحل لها سن معين. نعم. عندكم فناخذ البراعم البراعم هاي في رياض الاطفال، وهذا السن الصغير من 3 إلى 7 سنوات، وهذا الاطفال ما قبل المدرسة. فطبعا لهم مشاركات خارجية استاذة هذيلة؟ البراعم إلى الآن احنا تونا بدينا في مرحلة البراعم، يمكن الآن يمكن 2 سنين، فإلى الآن ما طلعوا مشاركات خارجية بس في داخل السلطنة. لكن عندنا مرحلة الأشبال والزهرات هذيلة شاركوا في مخيمات، وكان في مخيم شتوي سابق مخيم للزهرات، وطبعا تم انتقاء مجموعة من الزهرات اللي هم المتميزات في داخل المخيم، وأخذناهم إلى شاركنا في مخيم خليجي في دولة الكويت، وكانوا البنات متميزات يعني جلسوا أسبوع في الكويت، وكان نشاطهم وكان وجودهم متميز في مع دول مجلس التعاون. طيب أستاذة، بما أنك أنت الحين ذكرتي اللي هي طبعا جانب التميز، أكيد هناك الكثير من الطلاب المشاركين عندهم نوع من روح الإبداع، نوع من التميز، وربما أيضا طبعا حلقات العمل التي تقام تغرس فيهم مهارات تربوية وقيادية كثيرة، كيف يتم تعزيز هؤلاء المتميزين أيضا؟ بالنسبة للكشافة والمرشدات والجوالة والجوالات الموجودين اللي بيشاركوا في المخيمات، أيضا إذا كان مخيم الزهرات مثل ما أسلفت سابقا، تميزهم في أثناء المخيمات في الأنشطة والبرامج اللي تعد، هناك طبعا لجنة تحكيم تحكم جميع المشاركين، يكونوا تحت يعني عين القائدات الموجودات أو القادة الموجودين. فمن تميز من خلال المخيم في ممارسة الأنشطة والهواياتهم ممارسة فعاليات، وكانوا إيجابيين، كانوا يعني عندهم روح المنافسة الشريفة وتقدموا في جميع الأنشطة، هذيل هم اللي يتم اختيارهم فيما بعد في أي مشاركة على مستوى مثلا خليجي أو مستوى عربي أو عالمي، يتم اختيارهم من خلال المخيمات للمشاركة على المستوى خارج السلطنة. فهذا يكون فيها نوع من التميز. أيضا هناك البعض منهم نختارهم من خلال مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي على كأس صاحب الجلالة. هذه دائما سنويا يتم التقييم، أيضا نختار بعض العناصر من هؤلاء من جميع المراحل للمشاركة في المخيمات الخارجية. كيف يتم اختيارهم أستاذ؟ يتم اختيارهم طبعا ذكرت أنا لجنة في استمارة، يتم تقييمهم من ناحية مثلا ممارستهم للأنشطة، من خلال شخصيتهم القيادية، من خلال
دائما يكونوا مثل ما نقول كن مستعدا دائما، يعني المبادر. نلاحظ الموهبة أيضا مثلا في الإلقاء، في تقديم المبادرات، في العمل التطوعي لما يطلعوا برا في الميدان. فهنا من خلال هذه النقاط كلها يتم يلاحظ الشخص من خلال المخيم ويتم اختيار إدراج اسمائهم للترشيحات الخارجية. نعم، خلينا أيضا نذكر طبعا المشاهدين الكرام بتواقيت المشاركة أيضا في المخيمات الصيفية الكشفية. المخيم القادم إن شاء الله مخيم أول مخيم الجوالة، وذكرت من تاريخ 18 يوليو إلى 24، وإن شاء الله بيكون في هناك الاحتفال فيه مع مشاركة الفرقة الموسيقية الكشفية في مهرجان الخريف صلالة. بيكون هناك في مسيرة بمناسبة الاحتفال ب 23 يوليو المجيد. أيضا بعد مخيم الجوالة بيكون مخيم الكشاف المتقدم، ومثل ما ذكرت بيكون من بعد مباشرة من 25 إلى تاريخ 31 يوليو. وآخر مخيم بيكون هو مخيم المرشدات مع الجوالات، إن شاء الله بيكون من تاريخ 1 أغسطس إلى 8 أغسطس، بيكون آخر انتهاء المخيمات الصيفية. ويستمتعوا بخريف صلالة. ويستمتعوا بخريف صلالة، وبيستمتعوا بالأجواء الطبيعة هناك، بممارستهم الحياة في الحياة الخلاء، ممارستهم بالعمل التطوعي في نتيجة الأنواع المناخية الأخيرة. احنا عملنا لهم برنامج في المخيم، انهم بيشاركوا في هذا الجانب، ايضا بيشاركوا في مع الجهات المعنية المتواجدة في المحافظة من ناحية مثلا الورش، القواعد، بالتعاون مع البلدية، بالتعاون مع الشرطة، بالتعاون مع جمعيات المرأة العمانية، يعني بجهات مختلفة كلها من صب العمل في داخل المخيم، بتعاونين جهات معهم في هذه الثلاث المخيمات. منظومة متكاملة من أجل خدمة يعني هذا الطالب الذي في النهاية يخدم هذا أكيد لأن نفسه والمجتمع ووطنه. تقريبا بيكون العدد في الثلاث المخيمات 1000 مشارك بين جوال وقائد وقائدة ومرشدة وكشاف، فمن جميع المراحل، يعني بيكونوا على ثلاث المخيمات إن شاء الله. أنا شايفة أن الكثير من الطلاب وطالبات مشاركين طبعا في هذه المخيمات، وأعداد طبعا يعني لا بأس بها. يا ترى يعني لو تحدثينا أيضا عن مدى تفاعل وتعاون أولياء الأمور في مشاركة أبنائهم في هذه المخيمات وأيضا كنشاط. بالنسبة لأولياء الأمور الآن أصبح في هناك تفهم كبير بالنسبة للحركة غير عن كان السابق. فطبعا نلاحظ أنه في نتيجة للصيف والمخيم في صلالة، فالكل يحب أن أولاده يشاركوا في هذه المخيمات. فيعني ما لقينا صعوبة أمانة في مشاركة هؤلاء الشباب في هذه المخيمات، بالعكس هم يتمنوا أن العدد يكون بزيادة من العدد المحدد. لكن طبعا نحن محددين كل محافظة فيها يختارون من المجيدين من العمر معين، فهنا يتم نتيجة هذا الاختيار أيضا يكون لائق صحيا، لائق بدنيا. فمن هذه الأشياء، هذه الشروط حددنا أو قننا الأعداد، فأصبح العدد بهذا المنظومة والجميع. وطبعا أولياء الأمور بالعكس هنا يريدوا أولادهم يكتسبوا شخصية ويكونوا قياديين ويعيشوا حياة ثانية ويكونوا يستمتعوا بخريف صلالة وبجواء صلالة، فما عندنا إشكالية. جميل. في الجو حلو في صلالة، فالكل يحب يشارك، يعني ما في أي مشكلة بالنسبة لأولياء الأمور. أستاذ، هناك عندكم الكثير من البرامج التي تقدم في المخيم الصيفي الكشفي، من ضمنها طبعا اللي هو البرنامج الوطني الذي يغرس القيمة الوطنية لدى هذا الطالب، ياريت تحدثينا عنه أيضا باختصار حوله هذا البرنامج. احنا خضينا من الجانب بالنسبه للمواطن نتيجه لاهتمام الوزاره حاليا بهذا الجانب، فمن ضمن انشطتنا وبرامجنا فحطينا مثلا يوم بالنسبه لمخيم المرشدات، يوم اللي هو الاهتمام كل يوم تراثي، يوم وطني من حيث المأكولات، من حيث الفنون الشعبيه، من حيث الالعاب الشعبيه، من حيث متكامل يوم كامل البرنامج من الصباح إلى المساء، ويتم تقييم كل عمل من هذه الأعمال.
من المواهب، من الطبخ الخلوي، الطهي الخلوي، من يعني المأكولات تكون أكلات شعبية عمانية، زي عماني بيكون فيها عرض الأزياء، بيكون في ألعاب شعبية، بيكون يوم متميز للهاي. وبالنسبة للشباب نفس الشيء، احنا دائما نحط في برنامجنا في الاعتبار هذا اليوم يكون يوم مميز، مميز جدا، وخاصة أكيد. إذا كان هناك في مشاركات خارجية معانا في أرض المخيم، كل دولة يكون فيها تبادل خبرات، كل دولة تلبس الزي مالها، تقدم أكلاتها، تبادل هدايا، يعني تبادل، كده يكون تبادل ثقافات وطنية تراثية تقليدية. مميزة. احنا شاكرين لك طبعا أستاذ ابتسام على وجودك معنا اليوم حول يعني هذه الإضاءات أيضا المميزة حول المخيم الصيفي الكشفي. شكرا جزيلا لك أستاذ ابتسام بنت عبد الله العامرية، المديرة العامة المساعدة للمرشدات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات. شكرا جزيلا، جزاكم الله ألف خير، وإن شاء الله نتمنى أن الجميع يحضر المخيم، وإن شاء الله بدعوة دعوة منك، وإن شاء الله بيحصلوا ما يتمنوا في أرض المخيم ومشاركاتهم في الفعاليات والأنشطة، الفائدة وأيضا الجوائز إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، شكرا أحسنتم.